بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أهلنا لحمل راياتك رايات الإسلام، آمين يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. من محاسن الصلاة، هي مناسبة نعيش فضل الله، أن نكون ملا ضيوف الرحمن كما ضيوفه في الحج. الصلاة خير من الحج، ما في ذلك شيء. وشوف القرآن وترتيب الأوامر، واعلم من ميزات هذا الدين. ربي سبحانه وتعالى من بداية الوحي كرهنا في الكفر والعصيان والنفاق وسوء الأخلاق والشقاق، كرهنا فيهم وحببنا في طريقه. وشكون حط واسطة؟ ملك كريم ونبي من إمام الأنبياء أجمعين عليهم الصلاة والسلام، سيدنا جبريل أمين في الوحي، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أمين في تبليغ ذلك الوحي للإنس والجن. وقت اللي بدأت الأمور توضح اللي لا خير في الكفر والنفاق والفساد في خلق الله، والله ليس له شريك ولا يحتاج لشريك، كيف يحتاج الشريك؟ هو خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق، ومش يكون شريك هو مخلوق، لا يجوز. وإذا تعرضنا ليه المشكلة دائما من القديم. على كل حال، بعد ما استقر الإيمان ووضحت أمور التوحيد، وقتها ربي انتقل سبحانه وتعالى بحكمته وفضله ولطفي إلى تبيان أسس الشريعة بعد ما تبنت العقيدة. وقتها مش نقبلوا الخمر تدرج، بس نزورها بالتمام والكمال ورجعت إليها. القتل إلا بحق، شهادة أن يكتمها قلبه آثم، شهادة في تجارة مثلا، وانت ما انا حاضر فك الصفقه هذيك. وبعد جاء وقته ويطلب لصاحب المال حقه، فاذا بيه الاخر ينكر، وانت تعرف شو قافك العمليه الاولى، تكتم الشهاده هذيك ما تدليش بها، فانت اثم قلبك. عارف من اثم القلب ظلمه، وربما من فمك الخساره معاش تفرق. على كل حال حبيبي، طول المفيد، مناسبة الصلاة هي فضل من الله كبير. الصلاة خاصة كي تهيئك وتكون محترم قواعدها، وتكون حاضر قلب وقلب، وتكون من متواضع لله، وتكون مسالم لخلق الله، وما تطلبش المستحيل من الله، تطلب العفو عنك والعفو عن غيرك والهداية لك والهداية لغيرك. ما كانش اللي مش يفرغ هموم الكل فيما يخصه هو فقط، هو بعيد عن الإسلام. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريص على تبيين ما معنى المسلم، اللي ما يفكر في غيره بعيد عن الإسلام، واللي يصبح ولا يهم أمر المؤمنين حتى الكافرين فليس بمؤمن. لأمر المؤمنين راهو يعنيك، واجب أن تحمي خوك واختك. والكسرة اللي تجم تقسمها على ثلاثة واربع اقسمها، راك رابح قدر المحرومين بالحساب. كما قال لك كيف تفركها، رمان ولا برتقال ولا حاجة، ما فيها باس، خوك تفضل ولو ما تعرفوش بشر كبد رطب حيوان تاكل في شويه هكا سمك، وتخليله حتى البضلات ما يل ولا ياكلها. بالنسبه للجن عندك تخليله العظام. يعني الاسلام انا ما نجمش ندخل على كل وجوه، مستحيل. على كل حال، اشارات ان شاء الله تفيدكم ان كنتم من الحريصين
على الفوز في دنياكم وأخراكم، والسلام على من ارتقى إلى مستوى السلام، والسلام على أهل الله الذين ملأهم الله تقديسا له وترويجا للتعريف به. آمين يا سيدنا يا عظيم.